وربع جنيه ورق 25 قرش. ده كانوا يعملوا عمليه كبيره. دول مش حاجه سهله. طيب حضرتك يعني كنت بتاخد جنيه وولاد عمك بياخدوا 5 جنيه. جنيه من جدتي الله يرحمها جدتي منيره، ومن ولاد عمي كانت بتدي عمي اللي هو ابويا كان غني برضه بس كان عايش مع اولاده، فكانت بتديهم 5 جنيه كل واحده، وتدينا احنا كل واحد جنيه رغم ان احنا ابونا ما بيصرفش علينا. صرحت قبل كده حضرتك ان انت قعدتوا 20 سنه تاكلوا لحم حمير. انا مش 20 سنه يا راجل، كفايه اول 5-6 سنين. يعني اكبر هديه خدتها كام يا استاذ محمود؟ لا يعني كان جنيهات برضه، لان لما كبرت خلاص. ايه العيد اللي كان مميز عند حضرتك؟ اهالينا زمان كانوا بيصدقوا انك تكبر كده ويقول لك خلاص بقى ده كبر. ايه العيد اللي كان مميز عند حضرتك؟ لا مفيش، يعني الاعياد كلها موقف معين في عيد انت مش قادر تنساه، زي موقف مثلا العيديه اللي هو جنيه وخمسه جنيه وكده. لا لا. طب هل تذكرت والدك في اي عيد من الاعياد؟ والدك طبعا كل سنه وحضرتك طيب. هقول لك اتذكرت في ايه؟